السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا درس جديد. في هذا الدرس حنتعلم برمجة الـ Play Music. في درس سابق تعرفنا عن Play Notes، في الدرس ده حنتعرف على الـ Play Music. Play Music هي يعني شبيهة بالـ Play Notes، ولكن في اختلاف بسيط. حنتعرف مع بعض على هذا الاختلاف. طبعا أول شيء لابد أن أنبهكم على أنه كل شخص عنده ريبوت لابد يوصل الريبوت عن طريق وصلة الـ USB عن طريق اللابتوب بهذه الطريقة، هذه الكيفية، ويتأكد أنه الريبوت موصل بوصلة الـ USB. جزء منها في طرف حيكون موصل مع جهاز اللابتوب، والطرف الآخر حيكون موصل مع جهاز الريبوت. من ثم حيفتح التطبيق اللي هو تطبيق الانبوت على جهاز اللابتوب، و حيقوم يضيف اديت حيضيف الانبوت، من الانبوت حيضيف الانبوت طبعا، بعدها حيمشي على الكونكت هنا انبوت اوكي، ثم ننزل تحت كونكت ثم كونكت، وبهذه الطريقة أصبح الجهاز الريبوت متصل معي على جهاز اللابتوب. تمام؟ طيب، اليوم نحن حنتعرف على الـ Play Notes. الـ Play Notes هي ممكن تكون قريبة للدرس السابق، ولكن في اختلافات، حنتعرف مع بعض على الاختلافات. طبعا في الدرس السابق نحن تعرفنا على الـ Play Notes. Play Notes اللي هي ضفنا Play 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 Notes بأرقام مختلفة وحروف مختلفة. طيب اليوم بنفس الخطوات هنجيب العلم من الايفنت من الاحداث، تمام، ثم هنجيب forever من الكنترول من هنا، تمام، هنجيب forever من الكنترول forever، ومن ثم نمشي على show، نمشي على play notes هذه الطريقه. طيب play notes، طيب play notes تعني اللي هي صوت معين او حرف معين موسيقي. طيب اذا انا عايز اعمل ميوزك هعملها كيف؟ هاجيب play notes، بعدها همشي على الويت، تمام، همشي على الويت كده، هعمل point one كده، تمام، point one. point one الويت يعني انتظار، يعني هيشتغل معايا الصوت الاول، بعدها حينتظر point one ثانية، بعدها حيمشي الصوت الثاني وهكذا، تمام. فهيكون هو عبارة عن حنمشي مرة ثانية إلى الـ Play Notes هذه الطريقة، ومن ثم نمشي على الكنترول ويت، حتكون كم؟ point واحد، point واحد واحد، point one، تمام، point one. بعدها حنمشي مرة ثانية إلى الشاو، وحنختار الـ Play Notes، وحنرجع للكنترول، وحنختار الويت، وحنعمل point one. طبعا أنا حواصل بهذه الطريقة، حعمل يعني أكثر من play notes. طبعا هنا ممكن أنا أختار C2، تمام، D2، تمام، بعدها حتكون E2 بهذه الطريقة. وبعدها مرة تاني همشي على الـ Play Notes هنا، تمام، وحاختار بعد الـ E حاختار الـ F2 بهذه الطريقة. فدي كلها الرقم 2، ولكن الميوزك مختلفة، تمام. فالآن كده أنا عملت ميوزك جميلة جدا، تستطيعون أن أنتوا يعني تعملون ميوزك باختلاف آخر، يعني مثلا غيروا في الأحرف، غيروا في الأرقام، في الأرقام زيدوا الـ Play Notes. يعني مثلا أنا حاليا عامل 4 Play Notes، 1 2 3 4، فأنتوا ممكن تعملوا 10 Play Notes، 10 Play Notes، تمام. فكل Play Notes تحتها حيكون في ويت بوين واحد أو بوين وين سكند، تمام، Play Notes تحتها ويت بوين وين سكند، تمام. وبهذه الطريقة نحن نكون عملنا ميوزك جميلة جدا. أول ما أضغط على العلم حتلقى أنه الـ Play Notes اشتغلت معاك على جهاز الريبوت، تمام. شكرا لكم على هذه المحاضرة، وألقاكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.